مستافد عمر ما عمرتيش حد تشيل الاستفاده ويعطيو لواحد اخر. لا لا ما عمرتوش هذا عمايل اونس راه هنايا عمايل اونس ما كديش درهم. انا قيس على ربي مولانا سوق البلاصه اللي فيه صحاب اللحم والدجاج دايرنا مشكل تيلعب التنافس مع هذا. ما كاين احسن الطريقه الانجع في المدى الطويل خصك تحيد من تم في المدى القصير حنا نجيبو دوك الناس تما اللي مستافدين. جميع المطالب اللي طلبوا ديك الساعه المستفيدين لبيتها من الريدوات ساعتي لا في الريدو والتازم لا اي مطالب. المشكل اللي عندنا هنايا هو كل شيء، لا نظام السوق لا تطبيق القانون ما كاين لا الناس شطارة عامرة عيلو سخ واش غنقول لك من كل شيء بيبه مشدودين واللي عنده شي شطارة جاب الموطع ديالو بيع شرايا كما كيقولوا التجار ما كاين حتى واحد الا قليل واحد 70 الناس ولا بقاو في السوق فيه 1000 الناس بين الفوق وتحت. اليوم كيف غدا النظام ولا بد النظام ولا بد كيف اليوم كيف غدا النظام ولا بد كيف اليوم كيف غدا النظام ولا بد انتخابات مشات وجات انتخابات مشات وجات الحالة هي هي الحالة هي هي انتخابات مشات وجات سلمية 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 مطالب شعبية مطالب شعبية يا تاجر جا وقتك يا تاجر جا وقتك نهضر على حقك نهضر على حقك. السلام عليكم، انا اسمي تي عبد الغني موضيان مستفيد في سوق قصبة رطا. بغينا انت داك كتشوفوا دابا هذه طالعين في 4 سنين حنا مستفيدين في هذا السوق هذا وكنعانيو هنايا بواحد الادماج بواحد مهم ما كاين والو ما كاين لا نظام لا والو. اليوم عملنا واحد وقفه احتجاجيه انت لك تشوف كيفاش جات السلطات المحليه باشا والقايد كيوعدونا كما كيوعدوا هذه من ديما وكنتسناو منهم والو وقيلا ما غيكون والو. المهم كنتسناو الحكومه راهم شي حاجه يا كيعملوا بالكلمه ديالهم بعدا اللي كيوفيو معنا. المشكل اللي عندنا هنايا هو كل شيء، لا نظام السوق لا تطبيق القانون ما كاين لا الناس شطارة عامره عيلو سخ واش غنقول لك من كل شيء بيبه مشدودين واللي عنده شي شطاره جاب الموطع ديالو بيع شرايا كما كيقولوا التجار ما كاين حتى واحد الا قليل واحد 70 الناس ولا بقاو في السوق فيه 1000 الناس بين الفوق وتحت غتجبر 70 الناس لان هما قاعدين يبيعوا يشريوا بلايص اخرين كاملين اللي عندهم شي حاجه مثلا كتشوف كيفاش معاملين. ما يمكنش يخدم السوق بهذه الطريقه هذه ولا ما كاينش شي تجار وما كاينش شي سلطات لان ما كنهضروا على واحد السوق القرب كما كنقولوا ديال 1000 مستفيد فهمتي ولا ماشي ديال السوق بان هذا واحد تشار فيه 50 ولا 500 الناس هذا راه غير 1000 مستفيد وكل واحد كل مستفيد كنظن انا واقيلا موراه العائله. وشكرا على كل شيء وكنتسناو هاد السلطات ان شاء الله المره يكون عندنا شي نتيجه. انا رحيمه مستفده في كاسا باراتا. انتينا كتجو دابا بغينا نشدوا السوق على حسب ما عاملين معنا حتى شي قانون في هاد السوق الناس كامله في الشارع اللي استفاد في الشارع واللي كيبيع اللي كيبيع كيجيو الناس كيعملوا الريدوس كيطيحهم كيتسناهم يزيدوا الفلوس ما عرفتش شكون يخدم لهم السوق يزيد السوق يزيد الفلوس. حنا قاسين التفتيحه ما كنتفتحوش كنقيدوا الطرقان علينا مقطوعين مره من جامعه السعوديه حتى الفلوجه ما كاينش ما عند بنادم برجلو ما يقولش ماشي عاصا الطوموبيل والطريق يقوز من التران ماشي الطوموبيل صحاب الحوانت مخرجين فراشات مفرجين الناس ما كيدخل عندنا حتى واحد السوق مهجور. حنايا هذه 3 سنين دخلنا في 4 سنين دابا حنا في هذا السوق كنقيلوا نعانيو ونباتوا نعانيو البشر ما كنشوفوهش كيدور عندنا مره في كاسابارات ما كيدورش عندنا ما كيدورش الناس ملي كتجي ديك شي مره كدور في السوق على كل شيء كيبقى حديد كمرة فين باش توقف حيت الضغط علينا ما عندنا ما كنبيعوش الناس كنفرحوا بالناس يجوا عندنا فينهم هاد الناس ما كاينش الناس كتفسح له كابا باش يوقف عيوق انا كنت ما كنت كنبيع مروجه كيقول لنا قدامي كنت كنردوا البال دابا المراه كتقول قدامي كنبقى نشوف فيها بحال كنطلب منها تشري مني بحال ما نعز عليها ولا هذا ماشي ظلم. كل شيء غالي كل شيء والمواد كامله غاليه ما بقينا نقدروا نعملوا حتى حاجه وعاد ما كتدخل حتى درهم تقيد في السوق نهار كامل ما تستفتحش وإلا تفتحتي واحد النهار يومين تدي ما تفتحش والناس مستافدين هما في الزنقه هذا المنكر. ياك سيدنا عطانا السوق علاش عطانا سيدنا السوق حيدونا من الزنقه وهذاك المطع اللي عطانا منه سيدنا السوق وحيدونا تما رجعوا مواليه اللي استافدوا كاملين ما كاسين تما هاد الناس اللي كيبيعوا في الزنقه في طنجه كامله ماشي غير كاسابارات في اي مطع مما كادا برشيفة الحومات الشوك الناس كلشي مستافد ولكن المخزن رخالهم يخرجوا يبيعوا في الزنقه. دابا حنا ملينا
عينا الا ما عملوش معنا الواجب هنا في طنجه راه كاين المواطع اللي قدروا يوصلوا لهم من غير طنجه. هاد السوق انا استفدت ما خصنيش الزنقه، انا خصني محالي نجلس فيه. سيدنا عطاني محالي الله يكثر خيره الله يشافيه ويعافيه ويخليه، نعطانا استفاده نجلسوا فيها وفرحانين بها. ولكن حنا الا ما عملوش معنا الواجب السلطه هنا في المغرب في طنجه راح نتعداوهم غنمشيو لموطع اخر. كاين الموطع اللي كتحكم في هاد السلطه، نتما غنمشيو ونشوف هاد السوق اللي هاملين عليه علاش، ما عرفناش علاش هاملين على هاد السوق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.